السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكون أحوالكم طيبة وبألف خير. اللي وقع بالضبط لولد عادي الميلودي هو أنه الدري كان غادي بسرعة جنونية، وملي شدوه البوليس ما كانوش عارفين راه ولد عادي الميلودي. وملي شدوه البوليس طلبوا منه أوراق السيارة وما لقاهمش عنده. هنا ناض الولد كيتجادل معاهم، وملي حمى الطرح عيط لمو اللي جات كتجري ونوضتها مع البوليس، وبدات تعاير وتسب وقالت البوليسي ما تديوش ولدي انا نديه، مع ان هذا مخالف للقانون. مادام مرتكب مخالفه راهم عارفين شنو كيديروا، ولو كان ما عيطش لامو كانت الامور ما غتوصلش لهذا الحد. ملي بداو كيدافعوا مع البوليس واحد اللحظه قالت ايمان مرات عادي الميلودي البوليسي بعد فمك خانس، وما عرفتي مسكين صايم وريحه فم الصايم احسن عند الله من ريحه المسك، ولا مسكين ضال خدام بالجوع وما لقاش حتى الوقت فين ياكل. ومع ذلك ملي اعتقلوهم راه البوليسي كان غيتنازل في مركز الشرطه، ولكن الفيديو اللي طلع في وسائل التواصل الاجتماعي دار خدمته باش عرفوا ان الانترنت راه عنده فوائد كثيره، وحتى المنتقدين عندهم دور كبير في الدفاع عن المظلوم وتوصيل حقه للراي العام. ويلا تذكرتوا راه الربيع العربي ناض غير من الفيسبوك وتبدلوا رؤساء دول بسبابه، وشحال من مغربيه كانت معتقله ظلما وعدوانا في سجون الخليج واتخذ حقها ورجعت لبلادها غير بفيديو. وهذا الشيء يحسب للمغاربه حيت كيتضامنوا ضد الشر وكيحطوا راسهم بلاصه المظلوم. ايمان مرات الميلودي كان كيحسب لها غواتها ما عنده عقاب، حتى كتفاجئ انهم كيعتقلوها وكتبات في الكوميسيريه هي ولدها. وهنا كينهار عادي الميلودي لانه مريض مرض السكري، الله يشافيه ويشافي جميع المرضى. الامر ماشي سهل عليهم ولا على اي والدين كيديروها لهم ولادهم، يديروا الذنب والعقوبه تمشي للوالدين. الميلودي اول مره غيبات بلا مرتو حداه ولا ولده اللي بجوج في الاعتقال وحالته الصحيه في النازل، ما قادرش يخرج حتى بتصريح للصحافه. الفيلا عنده ولات بحال الا فيها الجنازه، بحال الا عندهم الميت في الدار. ايه الكبده صعيبه وصعيب تشوفي ولدك يتعتقل، ولكن بلا اهانات بلا سب، عرفت داك البوليسي كيدير غير خدمته، ماشي جا لداركم وفرع عليكم الباب وتعدى على ولدك. وعقلت يا ايمان نهار كنتي كتعايري ولد الميلودي من مراته الاولى بالمجرم، راه الانسان خاصو يحذف امه اش كيقول، وهادي الا ما دارتلكش العقل راكي غتكوني اكبر غبيه. البوليسي خاصك تعتذري ليه امام الملأ كيف ما عيرتيه امام الناس، وتعطيه تعويض صحيح. ولماذا؟ هذا رزق جابو ليه الله، شري ليه شي دار كبيره واخا راه اموال الدنيا ما تعوض اهانه انسان. المهم تقدمت ايمان ولدها القادم على الاعتقال ليله كامله، وكتبقى للقاضي السلطه التقديريه وهو غيحدد الجزاء الكافي للاطراف. والان تصنتوا لصديق عادل الميلودي اش كيقول في هذه النزيله. دابا خويا راه عقا وحده المحكمه، المشكل اللي وقع ان الابن يوسف الصغير ديال عادل الميلودي اللي معروف تيكوتي ملقب بالعميق، لانه ما تيهضر ما تيتكلم ما حتى شي حاجه، انسان من البيسي ما تيخرجش من المدرسه، وكان نجح في امتحان ديال الباك والاب ديالو فرح به وشرى له واحد السياره. الابن يوسف غادي في السياره دار شي مخالفه، وقفاتو الشرطه، تحيه للشرطه والامن كامل والمؤسسات كاملين. المهم الولد قالوا له الوراق ما كانش عز معاه، يمكن الوراق البوليس يسحبوا بان راه الدري راه الطوموبيله مسروقه ولا شي حاجه، تم واحد العنف ما بيناتهم وصافي سنقوا عليه. شي واحد غوت على الام ديالو، كما تنعرفوا الام راه الجنه تحت اقدام الامهات، راه الام عاد جهه تلقى ولدها في واحد الحاله راه كما تن عمالك تيقول لك باش تضرب رجال الامن. انا ماشي مغربي، انا كنت في بلاصتو نكون عدمت اشتو تيقولوا هذا. يعني الاخوان تنشوفوا ان حمله قويه حول التصرف المسؤول ديال الاخت. شوف ايمان راه مغربيه وعادي المغربي وحنا كنا مغاربه،
وكنا هادشي كيوقع لاي انسان، مش غيوقع على الايمان، راه يوقع الانسان فقير، راه يوقع الانسان اي واحد، فاش غيجي ويلقى الابن ديالو في واحد الحاله ماشي هي هذيك، راه يتصرف واحد التهور. وحنا اختي ايمان راه واحد الانسانه طيبه، راه ماشي زعما انها اغريسيف ولا شي حاجه، بالعكس هي تتوقف مع الانسان وما شنو دير معاك، ولكن الوقفه اللي وقفات والابن ديالها في هذيك الحاله بغات تفك ولدها، تقول لهم عاد تلقوا لي من ولدي وانا نديه، انا معاكم نديه في الخاطر، وما ما كانتش المفاهمه. المهم وقعوا شي مناوشات، وقعوا شي حاجه، والمهم انا اللي تنطلب من الامن ومن من المحكمه الموقره انهم يشوفوا من حال الام، راه حتى هي ام وتا هذاك راه طفل، والدري عنده 17 عام ولا 18 عام، ويلا ما تيعرف حتى شي حاجه، كما قلت لكم راه مسمينو الحميق لانه ما تيهضرش كاع مع الناس. انت كتعرف هذا الدري عن قرب؟ عن قرب راه بحال ولدي، راه تنعرفو عز المعرفه، انا علاش ندافع عليه بهذه الطريقه هذه وبهذا، لان تنعرفو دري راه مؤدب بزاف. شنو هي الرسالة للشباب المتهور؟ أنت كتشوف ابن فنان هو ورد أمه، هي معاه في الحبس، عادل كيدير الحالة بعد ديال عادل؟ عادل راه ثلاث أيام ماكلاش، راه ما تياكلش، لأن عادل مولف الزوجة ديالو ما عمرها ما تتفارق معاه، ديما معاه، ودابا راه أول نهار ولا أول يومين تيعيش بلا بيئة، راه في واحد الحالة يوتلا، وما تياكل ما تيشرب، وزاو مريض، راه كيما ما قادرش يدير حتى مع الصحافة ولا شي حاجة، لأنه في واحد الحالة يرتلى ومن حقه، راه أي إنسان راه تيعرف ولدو ما تيعرفش في المشاكل وفي داكشي وعيشوفو داخل السجن، راه يبقى فيه الحال، راه يمرض. واللي تنطلبو مو تنطلبو من المغاربة، تنطلبو من خوتي المغاربة كاملين، حنا راك راه أي إنسان راه يوقع له هاد المشكل، الام ولا الابن، راك شوفوا الحاله ديالها كيفاش غتكون، الخوت وشوفوا الحاله ديال عادل كيفاش غتكون، وحنا كنا مغاربه وتنطلب منكم تشوفوا من حال خويا عادل الميلودي الله يرحم والدين، وتشوفوا من حال اختي ايمان ومن حال ولدي يوسف، راه دري ما بغاوش يضيع. قريب انت قريب لايمان وقريب لعادل، علاش فين ما كان شي مشكل انك تشوفوا الاغلبيه انك تشن حرب على ايمان؟ واش ايمان خبيثه حتى لهذا الحد؟ لا لا انا دابا ايمان بحال اختي، وتنتناقشوا وتنصالحوا اما هي راه باش تنحتاجوها تلقاوها السي العقاوي، فهمتيني في المواقف، وتا هي فاش تحتاجني في المواقف راه تلقاني. اما حنايا راه على هذا المشكل اللي خايف راه خاصو يكون مع الصديق ديالو، مع الاخ ديالو. فين كاين ايمان دابا؟ دابا ايمان راه في المحكمه، ما في التقديم. ايمان بعض المصادر كتقول بان البارح كانت في السجن او لا في محبس. لا لا انك الليل كامل وانت مع عادل. لا راه البارح مشينا ودينا لها الماكله للكوميساريه سنترال، وراها في الكوميساريه، واليوم عاد تم التقديم ديالها، وتنطلبوا من المغاربه كاملين يدعوا مع اختي ايمان، والله يطلق سراحه، راه ما يبغي حتى واحد لشي واحد الحبس اخوتي، راه الحبس والموت، اما تيبغي حتى شي بشر لشي واحد، راه اللي تيبغي الخوه الاذى راه حشومه. وتنطلبوا من المحكمه الموقره تشوف من حال الاموه، وتشوف من حال الابن، وتشوف من حال بزاف ديال الحوايج، لان دري راه يضيع اخويا العقاوي. دري فاش واش يقرا هو؟ يلا ينجح في الباك، يلا اول عام تينجح في الباك. نعم يلا اول عام تينجح في الباك. باقي الحبس ولد عادل؟ انا ما عمره ما شافت الزنقه ولد عادل. ولد عادل واحد الانسان تشوفو راه مسمين عليه العميق، لانه ما تيهضر مع حتى شي واحد، هضرته محدوده ثقيله ومؤدب بزاف، هادشي اللي الشهاده ديال الله، واقسم لكم يمينا انا خويا دير الشهاده ديال الله، راه ماشي انا، راه اليوم الدنيا وغدا الاخره، راه تنشهد بداك الطفل، راه تربيه حسنه ماشي. اذا داك التصرفات اللي دارت ايمان، علاش دارت هذوك التصرفات؟ واش هي باسله على المخزن؟ لا بالعكس ما باسلاش على المخزن، وتتحترم المخزن. ها انا ما باسلاش على المخزن، وتتحترم المخزن، والمخزن راه فوق كل شيء سي العقاوي، راه ما يمكنش شي واحد يجي فوق المخزن، والمخزن راه تيمرض ما تيموت، راه المخزن ديما كاين، والمخزن راه هو اللي واخدين الحريه ديالنا حنا، راه بالمخزن، وما باش واخدين الحريه ديالنا، وهي نيت واخده الحريه ديالها بالمخزن،
والشيطان راه تيوقع، راه الشيطان راه فاش يبغيها توقع راه تتوقع. راه انسانه راه تشوف الابن ديالها بديك في ديك الحاله وبديك الطريقه، راه ما راه انا من راسي واش بد راه نقدر نتهور، وهي انسان يتهور، لان انت تصورها هي دابا ما كايناش وشوف كي عتجيك، اما عت في الوقت اللي عتشوفها مباشره وديك الساعه تحكم على الانسان كيفاش غيكون اخويا لا قوي. يقدر يعيش عادي بلا ايمان تنشوف على ورا والليله ديال البارح بلا ايمان راه ما بحالي كيما واحد ديست تقول ام كلثوم ان فات يوم من غير لؤياك ما يتحسبش من عمري، راه حتى هو بحال هذاك النهار ديال البارح ما تحسبش له من العمر ديالو ما عاشوش. والله العظيم اخويا العقاوي راه كان في واحد الحاله، الله يدير له شي تاويل والله يشافيك خويا عادل والله يصبرك. انا راه تنعرف عادل راه دابا راه بحال اللي مات له شي انسان، والله العظيم اخو، لانه كل شيء مع ايمان، كل شيء تيضحك مع ايمان، تيكسب مع ايمان، تي كل شيء. والله يدير شي تاويل والله يصبرك اخويا عادل. يا ربي امين. عندك شي سؤال السي العقاوي؟ مرحبا. السؤال هو انني كنشوف الاغلبيه ديال لي كومونتير انها كتقول لك بان ايمان هي سبب مشاكل الاخ، هي لا نتهم الاخت ايمان ولكن احتراما حتى لهاد المتتبعين تيقول راه ايمان الطريق ديالها هي اللي خلات عادل انه يوصل لهذا الشيء. ولكن دابا شوفي ان الناس هنا تيقول لك راه كون ما ايمان اللي زيرت عادل كون عادل راك عرفت، وراك راه عادل ما عنده حتى شي حاجه، كون ما كانش ايمان الخوت وتنقسم لكم فمي بالربنا راه عشت معاهم 30 سنه. عادل راه كان واحد الانسان تيشد الفلوس تيديرها في البانطا هذاك المجر ديال الطوموبيل وتيبقى غادي وتيخسر. تعرف ايمان ولات ايمان مزيره معاه وداك الشيء، راه عاد جمع راسو وعاد دار الفيرما وعاد دار الديور وعاد دار بزاف ديال الحوايج. وخوتي اش غنقول لكم انايا، راه ماشي ايمان اللي غيوقع لها هذا الشيء. اي امراه فقيره غنيه ماشي عاد هي مرت الميلودي، اي انسانه راه المحكمه باش تبغي تحكم السي العقاوي في المداوله تتخرج الامهات ما تيقدروش يتحملوا يشوفوا الابناء ديالهم في سي وانتم دوروا في راسكم وشوفوها واش كاينه ولا لا الخوت. علاش تم اعتقال ولد الميلودي الحقيقه؟ تم اعتقال ولد عادل الميلودي قبل ما يكون هذاك التصرفات ديال الاخت ايمان والولد ديالها مع رجال الامن. علاش تعتقل؟ شي مخالفه ديال السياره، وراه كل جهة حاجه عندها العقاب ديالها السي العقاوي، فهمتيني؟ حنا ما تنجيوش ضد المخزن، بالعكس، ولكن راه تنشوفوا الحاله ديال الانسان ومن حنا حتى الانسان من يأسوا منه عاد يمشي. اما يوسف راه واحد الانسان راه ما غير ما يؤس منه، راه باقي دري يلا نجح في الباك ودري ضريف ودري زوين. وتنطلبوا من السلطات ومن المحكمه المقاره تشوف من حل دري عنده 18 عام ودري تيقرا. يوسف تيقول لك يجب الاعتذار لرجال الامن امام الجميع كما اهانتهم امام الجميع. داك الشيء اللي دارت اما للشرطي امام الشعب المغربي وامام ابنائه وعائلته لا يستاهل. ايمان مستعد تعتذر ماشي على الكل اي حاجه، لانها ديك الحاله اللي كانت فيها فاش كان المشكل ماشي هي الحاله اللي فيها ايمان دابا، راه تتختلف، لانه فاش يلا تيوقع راه تيمشي لك العقل تيمشي لك كل شيء، ولكن فاش يسالي المشكل راه تيرجع لك العقل ديالك وتتعرف شنو طرا لك وتتعرف. وايمان راه طيبه وراه ديما تتعتذر للمغاربه وديما عزازين على المغاربه وتتحترم السلطات. راه الابن ديالها شافته في واحد الحاله اللي اي امه تشوف الابن ديالها في ديك الحاله راه يقدر يوقع لها داك الشيء. ومثلا الشباب اللي كتشوفها هو عادل الميلودي هذا الصيف عاد خصو انه يمشي يقلب على راسه ولا يحسن العوالد اي واحد. وكنشوف البدايه ديال الصيف هو ان الولد والتصرفات ديال ايمان اللي انت كتقول بان راها ام والله يحسن العوان وكتشوف ولدها كان ديك الحاله ربما تصرفات غير مقبوله. وانا كل تضامن مع رجال الامن. هذه الحقيقه. وشوف ان باش نوصلوا لرجال الامن لولا رجال الامن ما لقاوش ما تكونش عندنا الحريه. انا راه قلتها لك قبيله هذا السي العقاوي. واش نقول للشباب؟
راه الاباء ديالكم راه تيبغيوكم بزاف، وراه عي جاج على جرحتكم راه تيتقهروا والديكم بزاف، والديكم داروا عليكم بزاف ديال الحوايج انتم حاولوا ما تخلعوهمش، حاولوا اطمئنوهم، حاولوا تعيشوهم برفاهيه وبالراحه حتى همايا، لان راه الاب راه صعيبه باش يطرى لولده شي حاجه ولا الام فاش يطرى لولده شي حاجه. ومن هنا تنطلب من الشباب يبعدوا من البلية، يبعدوا من بزاف ديال الحوايج، لان الانسان فاش يكون صغير راه ما تيكونش عنده العقل، ولكن راه فاش ما تيكونش عنده العقل تيوصل لواحد العمر ما تيلقى الفوت فات وما تتبقاش تنفع الندامه. ودابا حنايا راه المشكل باش وقع لينا وطراو لنا بزاف المشاكل حيت ما لقيناش اللي يوعينا. اما حنا دابا راه ولات الوعي، ولات المنابر تيوعيو، ولاو بزاف الناس يوعيو. علاش الشباب خصو يكون واعي؟ لان حنا ما كانت لا تلفازه، ما كانت لا منابر، ما كانت حتى شي حاجه اللي تتوريك الوعي. والله يدير شي تاويل لجميع الشباب، الله يحفظهم والله، لان الشباب راهم هاد البلاد. بعض التصاريح الغير مسؤوله اللي شي خطره تيخرج بها عادي الميلودي وتقريب له، شي خطره كتشوف عادي الميلودي بخير وعلى خير، كتشوفوا لان عنده متتبعين حتى هو في القناه ديالو، ولكن مادام انه فنان وعنده جمهور ديالو ارى ترى بان عادي الميلودي واحد الخرجات الاعلاميه كتسبب له حتى في تشحنات مع الشعب. سي العقاوي عادي الميلودي واحد الانسان ولد الشعب، وفيما تيحتاج الشعب تيلقاه، وعلاش الميلودي فاش يحتاج الشعب ما يلقاش؟ واش مقاطعون؟ شكون تيكون اول واحد في مقاطعون؟ راه عرفتي فنان كبير داير مقاطعون راه تيهز بزاف ديال الدق، راه ماشي بحال واحد الانسان داير مقاطعون عنده صفحه في الفيسبوك، راه فنان كبير وتيدير مقاطعون وقع له مشكل كبير مع ربما الحمله اللي دار ديال مقاطعون او الهاشتاج بعيده جد البعد. لا انا عجبني هذا مخالف الاخت ايمان انها هي لولا حضور الاخت ايمان ما كانش. انا بغيت نقول للشعب المغربي زعما عادي راه كيما راه تيحبكم حتى بزاف راه وقفوا معاه. بغيت نقول له زعما دار المقاطعه وخرجوا الناس ضده وقال لهم انتم ضدي وما باقيش ندير هذه المقاطعه وكاك وداز الوقت. وفهمت السي العقاوي وداز الوقت وقعت عاوتاني هذه المقاطعه هذه وكان السباق. لكن واش ما علاقه المقاطعه بالاعتقال ديالو هو ولده ولد لا علاش يدير على قبل الشعب؟ تيدير على قبل المغاربه، علاش يدير مقاطعه؟ هو مالو ما عنده باش يدير المازوط؟ حتى هو دابا ان يسامحوا له من اللي ما هو واش هو ما عنده باش يدير المازوط؟ هو راه عنده باش يدير المازوط، عنده باش يشري الزيت، عنده باش يدير كل شيء، هو راه تيدير هادشي على ولاد الشعب. وما كاينش شي واحد شي فنان اللي تيدير هادشي على ولد الشعب. التصرفات ديال الدراري الصغار مع هاد الزيرو هاد راه هما تيزعجوا. انا ولكن ماشي الزيرو غيمشي للحبس، راه الدري راه حكا راه ما عارفش راه تعور بهذا الشيء، راه ندير كاينين عقابات ديال الدراري الصغار. كاينين هادشي اللي تنطلبوا من المحكمه الموقره. البعض تيقول لك بان سبب هاد الضجه حيت عادل الميلودي فنان، لو كان مواطن عادي عادي ما يوقعش هادشي. ما يوقعش هادشي، وانا كما قلت لكم راه هادشي هذا راه ماشي زعما حيت ما عادل ولا ولد عادل ولا مرت الميلودي، هذا راه يوقع لهادشي اي ام غديرها بحال هادشي واي اب غيدير هادشي. وعادل الميلودي راه كما قال هاد المتتبع راه عندك الحقيقه اخويا، راه كون ما كانش عادل ما غيوصلش لهاد المشاكل كامله. والله يدير له شي تاول. تيقول لك هذا هو المشكل، ملي كتضرب مرا البوليسي قدام الناس ما كيبقاش عنده الهيبه، خاصها تربى باش تكون عبره للناس. شنو تقول لهاد الارض؟ واخويا انا ما شفتش الضربه، والله العظيم السي العقاوي انا ما شفتش ضربه البوليسي، ولكن كانوا مناوشات وكان لفط ب هادشي اللي تنشوف. ما واش البوليسي تضرب مباشره؟ راه ما كايناش هادشي هذا اخويا. الاجواء في الدار ديال الميلودي من نهار بحال الكنازه، لا اله الا الله، راه من ثم راه حتى واحد ما يقدر يعيش كنازه في دارو، راه كلشي غيصبرو، خص كلشي يصبرو، خص كلشي يشوف من حالو. هادشي اللي نبغي نقول لكم اخوتي المغاربه. واش قرر عادي الميلودي انه يعتذر للاجهزه الامنيه ولا ما عادي؟ لا عادي ما عادي ما عنده حتى مشكل مع الاجهزه الامنيه، بالعكس عادل ما عنده حتى مشكل مع الاجهزه الامنيه، بالعكس عادل تيحترم الاجهزه الامنيه وديما تيقول لك الاجهزه الامنيه فوق كل شيء.
ولا فوق كل شيء. واه انت كتشوف المراه. وحنا دابا انايا العقاوي ما يوقعش ليا هذا المشكل لولدي، ما يوقعش لهذا الشيء. راه هذا المشكل هذا راه يقدر يوقع لاي انسان، ماشي زعما هادي اللي راه جات فيه راه صافي. علاش عادل دار هذا الشيء؟ وراه اي انسان راه كاين اللي تيجبدوا السيوف، كاين اللي تيجبدوا المقاد، كاين اللي تيجبدوا تيكريسي. وراه هذا راه عي مخالفه ان اكسيدون، ما نكبروهاش بزاف. راه هادي راه واحد المخالفه ديال طوموبيله وحضر الشيطان وقع مشكله. ما راه كاينين شي ناس اللي ما عاد فين تيديروا هادشي كاع ما تنسوقوا لهم. رساله للامهات الله يحسن العوان، ولكن شنو الرساله للامهات؟ رساله للامهات كيفكروا لانهم لا داروا واحد التهور راه يخرجوا على راسهم، يخرجوا على راسهم ويخرجوا على ولادهم. ومن الاحسن ديالي الاب ديالي فاش كان شي واحد تيجي يقول له ولدك باسل، تيقول له ولدي ديرها ولدي باسل. ولكن الام لا، تنديرك حلاس على وتتقول لهم ولدي لا عمر هذا. تنطلب من الامهات ما يغلطوش هذا الغلط. الله يرحم والديك.